ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهاردة هنتعلم ازاي نعمل VM Instance على جوجل كلاود. طبعا كل الكلاود بروفايدرز عندهم نفس الكونسبت، بس الفرق في الجي او اي وبعض المسميات وشوية فيتشرز كده هنتعرف عليهم مع بعض. لو انت لسه عامل اكاونت جديد على جوجل كلاود، هتبقى محتاج الاول تعمل كرييت لبروجكت. الفكرة من موضوع البروجكت ده ان ممكن يكون عندك اكتر من بروجكت، وكل بروجكت مربوط ببيلينج اكاونت مختلف. زي ما انت شايفين كده، انا اوريدي عندي بروجكت جاهز اسمه ماي فيرست بروجكت، ولو جيت هنا كده اقدر اعمل نيو بروجكت، بدي البروجكت اسم وهيتضاف تحت الاورجانيزيشن اللي عندي هنا. بعد ما بعمل البروجكت، لو جيت هنا على الهوم بيج هيجيب لك هنا كل الديتيلز بتاعت البروجكت ده، اسم البروجكت، الاي دي بتاعه، الريسورس اللي ممكن تستخدمها، مونيتورينج، البيلينج اكاونت المربوط بالبروجكت ده، واكتر من حاجه تانية بس مش هندخل في تفاصيلها النهارده. عشان اعمل في ام انستنس من على جي سي بي، هاجي هنا كده عند المنيو دي وادور على حاجه اسمها كومبيوت انجن، وجوه كومبيوت انجن اختار في ام انستنس. لما هتختار دي لاول مره مش هيجيب لك البيج بالمنظر ده، هيجيب لك هنا بوتون واحد بس مكتوب عليه Enable Compute Engine. وعشان تعمل Enable للCompute Engine ده لازم تعمل Attach لBilling Account. موضوع بسيط جدا، انت كل الحكاية انك بتفولو الستبس اللي موجودة عشان تعمل Add للBilling Account بتاعك. فبعد ما تعمل Attach لBilling Account ويظهر لك VM Instance بالمنظر ده كده، هنيجي هنا نعمل Create. اول حاجة عندي هنا اسم الانستنس، بعد كده عندي labels، ده زيه زي التاج اللي موجود في AWS وديجيتال اوشن. بعد كده عندي هنا region والزون. طبعا كل region بتفرق في الكوست. لو جيت هنا واخترت مثلا سان دييغو، هتلاقي السعر هنا زاد حوالي $10 او اكتر. هتختار طبعا اقرب حاجة ليك. بعد كده عندك الماشين فاميلي والسيريوس والماشين تايب، ودول بيختلفوا حسب الريجون اللي انت مختارها. يعني ممكن تختار ريجون ما يكونش فيها ماشين تايب معينة. الموضوع ده مهم عشان لو انت بتستخدم تيرا فورم مش هتكون شايف الكلام ده قدامك زي ما انت شايفه هنا، فهتحتاج تدور الاول وتتأكد ان الماشين تايب دي موجودة في الريجون اللي انت مختارها. الماشين فاميلي دي حسب انت محتاج ايه بالظبط. جنرال مثلا دي البيزك ماشينز. كومبيوت اوبتمايزد، ده هتلاقي السي بي يو عالي. ميموري اوبتمايزد، هتلاقي الرام اعلى. واخر حاجه عندك هنا الجي بي يو، برضو هنا مركز على الجرافيكس كارد انه يكون عالي. هرجع هنا تاني للجنرال وهسيب الديفولت. عندي هنا اوبشن حلو برضو، ان انا ممكن اعمل ديبلوي لكونتينر من ايمج معينه. لو جيت هنا عند ديبلوي كونتينر، هيقول لي هنا اكتب اسم الايمج والريستارت بوليسي بتاعه الكونتينر، ولو في كوماند معين او ارجيومنتس محتاج اضيفها، وهو هيروح يستخدم الايمج دي ويعمل لي منها كونتينر. وبرده ممكن اعمل اد لفوليوم، واتكلمنا على الفوليوم ده في الفيديو بتاع دوكر كومبوز، هتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكريبشن. بعد كده عندي البوت ديسك، وده المكان اللي بختار منه الاوبريتنج سيستم اللي هينزل على الانستنس دي. هاجي هنا اقول له تشينج، هختار من هنا اوبونتو. طبعا في حاجات كتير جدا، سنتوس وفيدورا وريد هات وويندوز، انا هختار اوبونتو وفيرجن 2004، واسيب الباقي ديفولت واقول له سيلكت. هنا ممكن اقلاو على طول HTTP او HTTPS. هاجي هنا في الجزء بتاع Network و Security، في الجزء بتاع Security هختار Manage، وهعمل Add للSH Key بتاعي هنا Manually. هسيب باقي الحاجات Default وهقوله Create. تمام، هو كده عمل كرييت. في طريقتين ممكن اكونكت بيهم على الماشين.
يا إما أجي هنا عند كلمة SH وأختار View gcloud command وأخد الكوماند ده زي ما هو كده أكونكت بيه من التيرمينال عندي. هو أصلا كاتب إيه في الكوماند ده؟ gcloud compute SSH دي الزون اللي أنا مكريت الانستنس عليها وده اسم الانستنس وده اسم البروجكت بتاعي وانا اوريدي ضايف البابليك اس اس اتش كي فيقدر يكونكت على الماشين. فلو دوست انتر كده تمام انا كده كونكتد. الطريقه الثانيه ان انا اكتب اسم اليوزر بتاعي اللي هو تريبل داش اي والاي بي. فلو عملت كده اكزت وجيت هنا خدت الاكسترنال اي بي فلو جيت هنا قلت له SSH واسم اليوزر at الIP تمام انا كده connected. لو حاولت تكونكت بالطريقة دي ومرضاش يكونكت معاك بالطريقة التانية لازم تعمل add للIP ده في known host جوه الدايركتوري بتاع .ssh key اللي عندك. لو جيت هنا كده في الهوم ودخلت جوه .ssh هتلاقي فيه عندك known hosts. عشان تضيف الاي بي ده في known host هتكتب الكوماند ده كده ssh key gen dash f وبعدين مكان الفايل اللي هو known host dash r capital وبعدين الاي بي بتاع الانستنس. ساعتها هيسمح لك انك تعرف تكونكت عليها بالطريقة دي او تقدر تستخدم الكوماند على طول اللي موجود في جوجل كلاود وده مرة واحدة هيكونكت على طول على الماشين. طبعا لو هتنزل اباتشي او انجن اكس محتاج تفتح ال HTTP وانت بتعمل create للانستنس. ده كان فيديو سريع ازاي تستخدم جوجل كلاود بلاتفورم. استنوني فيديو جديد هنتعلم ازاي نعمل ويندوز انستنس من جوجل كلاود. اتمنى يكون الفيديو عجبكو. شكرا جدا. مع السلامة.